مساء الفل. مفيش حد بيعمل حاجة غلط إلا بعد ما بينيم ضميره. الشخص اللي بيعمل حاجة غلط قبل ما يضحك على الناس لازم يضحك على نفسه الأول، لازم يديلها الأعذار والحجج إن اللي بيعمله ده صح، أو إنه ضحية، أو إنه مضطر يعمل كده لأن مفيش قدامه حل تاني. فتلاقي اللي بيتحرش ببنت بيقول لنفسه إيه؟ هي اللي كانت لابسة قصير، هي اللي كانت لابسة ضيق، غصب عني أنا إنسان ضعيف ولبسها هو السبب. وتلاقي اللي بيسرق بيقول لنفسه إيه؟ أنا الدنيا ملطشة معايا ولازم أسرق عشان أعرف آكل، وإلا هموت من الجوع، هي جت عليا أنا يعني، ما في حرامية كتير. واللي يتجوز على مراته واحدة غنية أكبر منه في السن وعمره ما حبها بيقول لنفسه أنا اضطريت أضحي وأتجوز الست دي بسبب الظروف عشان أعرف أصرف على مراتي وعيالي، والمفروض يشكروني على التضحية دي. هو ده بالظبط اللي حصل مع شروق. بطلت قصة حقيقية النهاردة، شروق اللي جوزها اتجوز عليها جارتهم الغنية بعد 19 سنة جواز وحب، ومن قهرتها وصدمتها لسه لحد دلوقتي مش مصدقة اللي عمله جوزها، مش قادرة تقتنع إنه كان مضطر عشان يعرف يصرف على البيت. تعالوا نعرف القصة. أنا متجوزة من 19 سنة وعندي 3 ولاد، ومستوانا المادي بفضل الله تعالى كان فوق المتوسط. علاقتي بجوزي كانت كويسة جدا جدا، وما كانش في بينا أي مشاكل نهائي، عمر ما حصل بيني وبينه أي خلاف غير يا دوب تفاهات بسيطة كده. عمري ما سبت البيت خلال 19 سنة جواز، كنا مش مجرد زوجين وبس، كنا أصدقاء، وده شيء نادر إنه يحصل في العلاقة الزوجية اللي غالبا بتتحول بعد الجواز لعلاقة تقليدية بسبب الظروف ورتم الحياة، لكن احنا كنا عايشين مع بعض زي 2 صحاب طول الوقت. عشرتهم مع بعض جميلة ولطيفة وفيها تفاهم وانسجام، كل العيلة كانت بتحسدنا على حبنا وعلاقتنا ببعض، لحد ما جه اليوم الأسود اللي اكتشفت فيه ان جوزي متجوز من واحدة تانية عندها 52 سنة، يعني مش بس اتجوز عليا لكن مراته أكبر منه كمان. صعبة دي، صعبة قوي إن الواحد يبقى مآمن كده 19 سنة وتفوق كده تلاقي نفسك واخد على دماغك. عارف لو في خلافات بين الاتنين كانت هتعمل تمهيد، كانت هتخلي الصدمة أسهل، لكن الست تبقى عايشة في قصة حب حلوة والناس بتحسدها عليها وفجأة تصحى على كابوس، صعبة قوي، إحساس مرعب. تعالوا نكمل باقي القصة. الست دي تبقى جارتنا، وكنت دايما بلاحظ في عينيها نظرات كلها كره ليا من غير ما اعمل لها اي حاجه، ما كنتش اعرف ايه السبب. اخر حاجه كنت اتوقعها انها كانت بتكرهني عشان طمعانه في جوزي وبتحبه، اتاريها كانت بتغير عليه مني. طول الوقت كنت متعاطفه معاها انها ما اتجوزتش قبل كده، وكنت بقول لنفسي شيء صعب ان واحده توصل ل 52 سنه من غير ما تكون حبت واتحبت او حتى جربت الجواز. ما كنتش اعرف انها عايزه تعيش قصه الحب دي مع جوزي. اكتشفت ان بقالهم سنه متجوزين، وكان في محاولات للجواز كمان قبلها بسنه، يعني سنتين وانا مش عارفه حاجه. قال لي انها كانت بتحبه وعرضت عليه الجواز، وقالت له انا هامن مستقبل عيالك، وكتبت له شقه باسمه، وقالت له انا كمان هجيب ارض ب2 مليون عشان انت واولادك تبقوا في امان، وكانت هتطلعه حج. كانت بتحبه بجنون. وانا لما عرفت انهارت، وشويه شويه سامحته، ومحدش من اهلي عرف حاجه، وهو طلقها عشان ما سيبوش، لاني قلت له ما اقدرش استحمل ان جوزي يتجوز واحده تانية، وقال انه هيرجع لها كل حاجتها، وهي دلوقتي رافضه تاخد منه حاجه، وانا مصممه ان حاجتها ترجع لها. هل انا كده غبيه؟ هل أنا كده غبية لأني رفضت كل الفلوس دي وعايزة أعيش في راحة بال بس؟ ولا أنا معايا حق؟ لأني حاسة بالذنب، بس والله ما قادرة، وحاسة إن الفلوس دي هتجر وراها بلاوي. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ الرسالة خلصت على أعمل إيه؟ بس عندي فيها أسئلة كتير قوي. هل هي فعلاً سامحته بسهولة كده؟ طب هل هو
يستحق السماح ده، والست التانية اللي عندها 52 سنة هي فعلا اللي أغرته بالفلوس عشان يتجوزها، ولا هو اللي كان طمعان في فلوسها؟ وإزاي قدر يعيش سنتين مع الست دي ويتجوزها وشروق ما تعرفش؟ طب هي ما حستش؟ طب ما سألتش نفسها الفلوس اللي مع جوزها جابها منين؟ دي كاتبه له شقة باسمه وهتكتب له أرض. طب القصة دي كانت نزوة وراحت لحالها، ولا لسه الباب موارب وممكن يعملها تاني؟ أسئلة كتير قوي. طب الجارة اللي بتحبه بجنون هتسيبه كده بالسهل بعد اللي عملته علشانه؟ طب وليه رافضة تاخد فلوسها؟ طب شروق محتارة ليه؟ ودلوقتي تعمل ايه؟ لا أسئلة كتيرة قوي صح؟ فكروا معايا في الحل، فكروا معايا في حل لشروق لحد ما ارجع لكم بعد الفاصل، استنونا. هنستقبل حكاياتكم في برنامج قصة حقيقية أينما كنتم. لو عندك قصة وعايز تتواصل معنا، تقدر تبعت لنا قصتك مكتوبة أو متسجلة أو متصورة على منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدر تبعت قصتك واتساب أو تليجرام على رقم البرنامج. ولو عايز تخفي اسمك وهويتك، تقدر تبعت لنا على الرابط ده اللي بيضمن لك سرية معلوماتك الشخصية حتى عن اللي هيستقبل رسالتك. قصتك هي برنامجنا، المهم تكون قصة حقيقية. تخيلي معايا إن جوزك جه وقال لك أنا جبت شقة جديدة وبقى معايا أرض تمنها 2 مليون جنيه عشان نأمن مستقبل ولادنا التلاتة، ولما تسأليه منين كل ده؟ يقول لك مراتي الجديدة جابتهم لي؟ شفتي أنا كنت بضحي عشانك إزاي؟ هي قصة مضحكة أكتر منها محزنة. دي قصة شروق، مع الفرق إن جوزها مش هو اللي حكى لها، هي اللي اكتشفت ده بنفسها بعد 19 سنة جواز. كانت الناس بتحسدها على الحب اللي ما بينهم. العلاقة بينهم ما كانتش مجرد علاقة بين زوج وزوجة، كانوا صحاب، ورغم كده اتجوز جارتهم الأكبر منه اللي عندها 52 سنة، ما اتجوزتش قبل كده. اكتشفت شروق بعد سنة جواز، ساعتها بس فهمت ليه جارتها بتكرهها، ليه كانت دايما بتبص لها بغل وكره. أتاريها كانت بتحب جوزها بجنون، كتبت له شقة باسمه واشترت له أرض ب 2 مليون جنيه، كانت هتطلعه حج. انهارت شروق لما عرفت، طلبت من جوزها الطلاق، بس هو قال لها انا عملت كده عشان أأمن مستقبلكم، ضحية يا حبيبي، وعشان نربي العيال تربية كويسة. سامحته شروق، ما حكتش لحد على اللي عمله، بس بشرط واحد، انه يطلق الست دي. طلقها، وبقت المشكلة في الفلوس اللي خدها منها. شروق عايزة يرجع الفلوس، بس خايفة تكون غبية لأنها رفضت الفلوس دي، والست التانية رافضة تاخد الفلوس. شروق بتسألنا تعمل إيه؟ منورانا ومشرفانا غادة فكري، استشاري العلاقات الأسرية، عشان تقول لنا نعمل إيه مع شروق ونحل مشكلتها إزاي. أهلا وسهلا يا غادة، منوراني. وحشتيني يا سيدي، عاملة إيه؟ وأنتي كمان. النهاردة القصة شيقة جدا جدا جدا. شفتي، تفتكري هي سامحته فعلا؟ بس أنا هقول لك حاجة. أولا أنا معرفش هو إيه اللي جواها، بس هي لازم يكون عندها حتة تسامح. التسامح ده هيكون ليها هي. تسامح على إيه؟ هقول لك أنا ليه. لو هي ما سامحتش هتفضل دايما هي مقيده في الاحداث اللي حصلت. سامحيه حتى لو ما يستاهلش، سامحيه عشان نفسك، سامحيه عشان تكوني سعيده. اسامح بعد 19 سنه جواز، بعد ما انا مامنه واحنا اصحاب وبخرجك معايا وتروح وتيجي وبيحسدونا على الحب ده كله، اسامح بعد ما نايمتني، بعد ما غفلتني؟ هتسامحيه عشان 19 سنه جواز. عارفه لو ما فيش 19 سنه جواز كنا هنتكلم ونقول كلام تاني خالص، لكن ما فيش رصيد، مفيش رصيد لحب وعشرة. ده بيقولوا على قد حبك على قد زعلي منك. لا، انت لو مش غالي ما كنتش زعلت. لا الكلام ده مش حقيقي، بالعكس دايما الواحد بيحط عامل زي بالظبط البنك. انت بتعملي ايه في البنك؟ انت بتحطي بالظبط. فايدي العلاقه دي بقى لها 19 سنه، فيها استثمار، حب، رصيد، وعواطف، عايزه تقولي رصيد. طبعا طبعا. فكل ده هو بيحبها، اكيد بيحبها، 19 سنه وبينهم اولاد اكيد بيحبها. طب وجارته بيحبها؟
احنا بقى ايه هنفتح الموضوع ده مع بعض وهنتناقش. انت مستفزه من 52 سنه؟ بصي انا هقول لك حاجه، 52 سنه في حاليا في الزمن بتاعنا ما بقاش زي زمان. زمان كان 52 سنه معناها ست عجوزه وقاعده في البيت، دلوقتي تعالي اتفرجي على الست اللي عندها 52 سنه. لما بعدك ممكن تكون بتشفي غليلها، يعني انت شايفه ان هي بتشفي غليلها؟ بتقول دي اكبر مني بقى، دي 52 سنه، عارفه اللي هو لا، هي مش بتشفي غليلها، هي كل ده عاوزه تقول ان هو ازاي يعمل فيا كده، دي حتى ما تستاهلش ان هو يعمل فيا كده. لا، واكبر منه. حلو، اكبر منه بقد ايه؟ اولا هما بقالهم 20 سنه متجوزين، صح؟ اه. طيب هو لو الراجل لو هو اتجوز مثلا عنده 44 سنه او 24 سنه، دلوقتي 44، دلوقتي 44 43، فالوقتي اكبر منه بتسع سنين. حلو قوي. اول حاجه نتكلم في حته حته، هو ليه الراجل بيلجا ان هو يتجوز واحده اكبر منه في السن؟ ممكن اسباب كتير، عنده عقده اوديب، ممكن قوي، ممكن يكون هو عنده مشكله خاصه بعلاقته بامه وهو بعد كده هو تشده الحنان، ممكن تكون هي الست صعبت عليه. خدي بالك، انا ما عنديش مشاكل بس ما تبقاش زوجه تانية. انا ما عنديش مشاكل، هو ربنا قال ان الزوجه التانية انا ما بتكلمش فيها دين، تعالى قول لي إيه؟ وانا ليا الاختيار، ما تفاجئنيش. حلو قوي. مش ممكن ساعات كتير رجاله ما بتقولش، عارفه ليه؟ عشان هو عاوز يراعي مشاعرها، مش عاوز يجرحها. شوف الراجل حنين ازاي واحنا اللي ظالمينه. انا مش بقول ان احنا ظالمين، شوف الراجل طيب ازاي، عملها من ورايا عشان يوفر عليا ان انا اتعب واتضايق. لا، احنا نتفق على حاجه، ده انا بص هو بص راسه بقى لاني فهمته غلط. لا مش قوي كده، بس احنا المفروض احنا هنا على الحياد، احنا المفروض قاعدين عشان حاجه مهمه. احنا سمعنا اولا القصه من طرف واحد، صح ولا لا؟ نمره 2، خليكي معايا بس لغايه اخر الكلام وخدي نفس كده، يجوز انا وانت نتفق في الاخر. تاني حاجة، احنا ما سمعناش الراجل ده هيقول ايه. هي شايفة ان العلاقة مثالية والناس بيحسدوهم، ويجوز هي دي مش مشاعره. وبعدين في حاجة تانية مش واخدة بالك منها، ايه بقى؟ سن 44 دوت، دي ازمة منتصف عمر. لازم الست تكون متفهمة لطبيعة المرحلة دي، زي ما برضو الزوج لازم يكون متفهم لطبيعة المرحلة دي. يعني انا اروح اشوف الشغل اللي انا بشتغل، ولا اشوف العيال اللي ما بتذاكرش وبقوا في سن المراهقة، ولا اشوف جوزي اللي عمال يجري ويلهو ويرمح مع جيراننا في العمارة لانه في ازمة منتصف العمر، يا روح قلبي انا مين يشوفني؟ انا مين يشوفني؟ شوفي نفسك، ما انت لما تشوفي نفسك هتعرفي تشوفيه. يعني لو اهتميت بنت، انت عايز تقولي ان ما اهتمتش بنفسها يعني فهو بص ورا؟ والله اصل الاهتمام بالنفس هو هيكوني من راي الستات دي. لا لا لا، بصي انا هقول لك حاجه، الراجل ساعات بيبقى متجوز مراته صاروخ ورغم كده بيبص بره، فانا ما بشوفش ان ده سبب قوي. لا، ما ده مش سبب، ده دي بتبقى عين زايغه. ماشي، ده عين زايغه بقى دي، بس ده ما يعتبرش يتقال عليه عين زايغه. عارفه ليه؟ لانه بقى له 19 سنه ما تصرفش التصرف ده، فاحنا دايما لما احنا بيحسدوهم، انا ده اللي غيظني. عشان كده لما عارفه لو في خناقات يبقى في تمهيد. بالعكس، احنا دايما لما بنيجي بنحكم على الشخصيه بنشوف النمط بتاعه ايه. هل هو دايما طول عمره مثلا بيخش في علاقه يطلع في الثانيه؟ هل هو مطلع عينها؟ بالعكس، بس يعني لو قالها مره، اصل في رجاله بتهزر كده دمها خفيف قوي، رجاله لذيذه جدا، يقول لها ده انا بفكر اتجوز عليك، بيرميها افيه يعني. لا، هي مش افيه، يعني ده العقل الباطن وبيجس النبض. انه الان يسال كلمة. ده على جنب، ده بيسال دلوقتي، مالناش دعوه بيه. مفيش كلمه بنهزر وبنقولها سواء راجل ولا ست الا لو كان فيها شيء من الحقيقه. شكرا. دي بقى حاجه تانية، دي يعني زي ما الام مثلا تقول لك انا هروح في مكان وما حدش عارف الطريق، جره بتمشي فعلا الست، تخيلي. ده بقى ما قالهاش كده، ده ما نبهاش. هينبهها يقول لها ايه؟ يعني يقول لها مثلا ايه؟ يا لو معانا فلوس اكتر مثلا، يرميها كده. هو انا لو اتجوزت عليك هتعملي ايه واحنا قاعدين كده نشرب الشاي مع بعض؟ فتروح هي دلقه عليه الشاي مغلي، فيقول لها لا ده انا كنت بهزر. تقول له ياه، ده وقع غصب عني، ده انت شايله منه. يبقى في جو جميل، انت شايله منه. انا ما بحبش التغفيل، ما تغفلنيش، تعالى قول لي وانا سيده قراري، يا كمل يا لا. خلي بالك، يا وجعه وقهره وكسره. طب انا عاوز بس ما تفاجئنيش، انا ما بحبش المفاجآت يا سيده. تعالي بقى نتكلم بقى. اولا مش كل ست رد فعلها زي التانيه، دي حقيقه. حلو كده، ما يسامحيته. طيب. حلو قوي والله، جدعه والله جدعه. طبعا اولا يا سيدتي انا احييكي 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 على الحكمه بتاعتك وعلى العقل بتاعك، وعلى حاجه كمان حلوه قوي يا سالي عملتها، هي ما دخلتش اهلها، دي ست في قمه في الذكاء. ولا عشان اهلها ممكن يكونوا مش موجودين؟ لا، هي قالت انا ما قلتش لحد خالص، واهلي دايما بيقولوا عليا ان انا. انا قصدي لو اب او ام او كده ممكن يكونوا مش عايشين. هي هي رسمه صوره معينه لحياتها وعاوزه تحافظ على الصوره دي، وعاوزه تحافظ على الكيان ده، وده حاجه باينه جدا من تصرفاتها. ومعنى كده وقت ان هي ست عاقله وبتفكر، معنى كده ان هي ست عندها ثبات انفعالي، مش عايزه حد يشمت فيها كمان. ممكن يكون طبعا مش عاوزه حد يشمت فيها، لكن جارتها بتبص لها بغل وكره، ما بالك بقى الناس كلها تعمل. لا بصي بقى، حته بقى انا شايفه ان جارتي بتبص لي بغل وكره، ممكن تكون هي كانت حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. اللي احنا بنشوفه مش من بره، احنا بنشوفه اللي احنا حاسينه من جوه. افهم دي بقى تاني، انا دي عايزه اركز فيها قوي. دي ساعات كتير قوي نيجي مثلا نقول
دي مش حباني، دي بتتعامل معايا بطريقه كذا، انا حاسه دايما انها بتبص لي بطريقه مش حلوه. يا ترى ده رؤيتك انت للامور ولا هي فعلا بصلك كده؟ دايما مشاعرنا بتطلع من هنا مش من هنا. الكلمه دي مهمه جدا ولازم كل ست تفهمها ودايما تعرف. يعني انا ببقى بقول كده وانا حاسه ان الفايبس بتاعتها مثلا، قصدك تقولي كده ولا؟ طبعا طبعا. الست بتحس طبعا. حدث المراه، حدث المراه. صدقيني قولي لي يا سيدي. طب ازاي ما حسيتش لمده سنه ان هي متجوزه جوزها وان هي بقى لها سنه عماله بتلف عليه؟ هي عرفت ازاي؟ اكتشفت ازاي؟ ما هي حست في الاخر وعرفت يعني. بس بعد سنتين يعني، وانا متغفله سنتين. ممكن تكون متغفله، وازاي وجارتي حاسه ان تيجي العماره وانا ما اعرفش ازاي دخلت وانا طب عربيته ما بصتش. طب وعلى اساس ايه؟ طب عربيتك ما وعلى اساس ايه انت افترضتي ان هي بتيجي العماره؟ ما ممكن يكونوا بيتقابلوا حته بره، وخصوصا ان هي ما شاء الله ست حالتها الماديه ميسوره وكويسه. كبلوا شقه وهتطلعوا الحج اسكتي. طب انا اقول لك حاجه بقى، ما تيجي ناخدها بصوره ثانيه، ممكن تسمحي لي اتكلم معاكي؟ اول حاجه تستفزيني على فكره وانا عارفه يعني من الاول. بصي جربي جربي اسمعيني بس اديني فرصه. خلاص يلا يا غد. طيب. ست ما اتجوزتش قبل كده، ما عندهاش ولاد، وعندها 52 سنه، وحيده، ما حلتهاش حاجه غير فلوسها بس، والفلوس دي مش عامله لها اي سعاده. لو انت مكانها هتعملي ايه؟ هخليها تتجوز جوزك. لحظه واحده. ايه رد جميل؟ رد جميل. رد جميل. انا بتكلم عليها هي دلوقتي. ضعيفه وسطر. ممكن اي راجل هيبقى رجاله كتير مش متجوزه هتبقى عاوزاها. انا بقولش اي راجل، انا بحط نفسي. أيوة. مكان كل حاله بتيجي تبعت لي هنا اكنها قاعده مكاني. الله عليك. اكنها هي اللي بتسال. الله عليك. الست انت بقى توافقي؟ الست دي لو جوزي هيروح مش هقدر امنعه، مفيش حاجه اسمها. مفيش حاجه اسمها لو جوزي هيروح. هو انت هتتحكمي؟ انا عايزه احسسك من جوه. انا عاوزه اسالك سؤال، مفيش ست ترضى ان هي يبقى ليها تاني، بس انا عاوزه اسال سؤال. يبقى ما تديش مبررات. هو انت هتتحكمي في رد فعل جوزك؟ هو انت هتقدري تمنعي جوزك يتجوز ما يتجوزش؟ الراجل او الست لو عاوز يعمل اي حاجه هيعملها يا سيدي. لما تعملها اعملها بكرامه، ما تبيعش رجولتك لوحدها. ما طيب. تروحش عشان تدي لها سنين عمرك ونفسك عشان الفلوس. طيب والله كنت هحترمه. عارفه لو هو راح يتجوز، ما اي حد ممكن يتجوز على مراته على فكره. مش كبير على حد. انا طبعا مش هاجي اقول لك ده نجمات عالميات وبيتخانوا عادي، مش بيتجوزوا. فعارفه لو لو حبها هحترمه. شفتي يا سالي انت قلتي ايه؟ انت قلتي بالظبط اللي المجتمع بتاعنا يعمله. للاسف الشديد بالرغم ان احنا الدين بتاعنا بيقول ومشرع ان في زوجه تانية، الا ان احنا دايما بنبص للزوجه التانية انها خيانه مش انها زوجه. هي مش خيانه، هي بس عارفه بتقولي ايه؟ انا اتقالت لي قبل كده لو انت هتوافقي ان واحده تنام كل يوم بتحاسبن فيكي، يعني هي بتحاسبن فيكي كل يوم وهي على مخدتها، دو ات جو فور ات. الله يسهل لك. هسالك سؤال. يلا. والنتيجه حصل ايه؟ فضل معاها؟ طب وانا هستنى كل مره يروح ويرجع و طيب حطي معقول نفسك. كل مره يا محمد اغفل عنك في السوبر ماركت رجالي واحده واقول لك طلقها نسيبها ونمشي؟ طب وده كده بقى وده حصل كل مره؟ دي اول مره. اول مره بعد بيعمل 19 مره ما يعملش تاني يا غدا. ما ده كان سؤالي ليكي بقى اللي بعد كده. ايوه هو بقى ده السؤال. نبص بقى، ما احنا لازم احنا لما نيجي نتكلم الاول نتكلم بموضوعين. اولا مفيش حاجه اسمها لازم ومفيش حاجه اسمها مفروض. كل واحد ليه علاقه مختلفه عن الشخص التاني. يعني انا علاقتي بجوزي بطريقه لاني شخصيتي مختلفه وشخصيته مختلفه وظروفنا مختلفه والبيئه مختلفه، فما نقدرش نحكم. بس احنا بنحاول ايه نوري الناس عشان ما يغلطوش ويقعوا في الغلطات دي. اول حاجه هنتكلم الاول عن الزوجه. يا ترى انت ما تشغلتيش بالولاد الفتره دي كلها ومشاكل الولاد وكلنا بنقع في كده وبتحصل نادر جدا، ويعني ما حدش من اهلي بيشوفنا لما يحسدنا. ايه يعني اتشغلت حتى مع الولاد؟ حتى لو انا اتشغلت ده جزاتي يا سالي ارجوكي. ليه تخني بدل ما ممكن تيجي تقول لي ما هو انت تتجوز انت تتجوز عليا في السر؟ دي تعتبر خيانه. البيوت اصلا تعالى قول لي يا سيدي وانا يا سالي يا سالي مش كل اللي بتشوفيه هو الحقيقه. الباب لما بيتقفل الدنيا بتبقى مختلفه. الناس طب ليه طلق الست؟ كم من ناس يبقى هو لسه بيحبها وباقي عليها، باقي على مراته وبيحبها. طبعا باقي على مراته وطبعا بيحب مراته. طب تعمل طبعًا كده ليه؟ نرجع بقى بتبين إيه؟ ضميرك ليه؟ نقول لا مش نقول بقى الاسباب. الاول حاجه ممكن يكون ازمه منتصف العمر، ودي بتحصل أزمة ساعات. ازمه منتصف العمر عايز واحده صغيره تدلعه، عايز يلبس لك قميص مشجر لا وكروات. لا 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 عايز يجري ويرمح كده ويلبس لك شورتات ويقف في اللانش. كلامك جميل. مش عايز يعمل كده، ياخد واحده قد مامته ليه؟ المشكله بقى ان في ناس كتير مش فاهمه يعني ايه ازمه منتصف عمر. ازمه منتصف عمر الراجل فيها بيبقى عاوز مش جنس بس. لا الراجل بيبقى عاوز فيها اهتمام، الراجل عاوز فيها تواصل، الراجل عاوز فيها حد يسمعه، الراجل عاوز يحس ان انا
I'm Mr. Fix It. يعني إيه؟ أنا المنقذ، أنا اللي هنقذك. مش ممكن هي تكون قالت له قد ايه هي ضعيفه وقد ايه هي ما خلفتش وقد ايه هي عاشت حياتها كلها وحده وصعبت عليه. بلاش. مش ممكن تكون هي دخلت له لا واحنا وهقول لك حاجه وهي اختارته. ايوه الراجل الحنين. ما سالتيش نفسك هي اشمعنى اختارت جارها؟ مش ممكن تكون هي كل دي قاعده بتشوف شكل الحياه بتاعتهم. حياه معاهم ولاد ولاد وليه غيرانه منها من الست نفسها؟ لا هي مش غيرانه، هي ساعات الواحد لما بيكون مفتقد شيء بيبص له بيبقى نفسه فيه. فهي شافت ان هو زوج مسافر ما حبكش اللي في ايدي كحكه في ايد اليتيم حاجه بقى معقوله. هي هي دي. عاوز اقول لك حاجه، الدنيا مش عادله ومفيش حاجه اسمها مثاليه واحنا مش مثاليين. انت فيكي شر وانا فيها شر وكلنا أكيد. فينا جزء بس من بتغذي الشر. ايه بالظبط بتغذي انهي كائن جواكي؟ الدرجه بتاعته ايه؟ طب ليه الستات بتبص للراجل المتجوز؟ انت ما قلتيش علشان خاطر هي ضامنه ان الراجل ده بتاع جواز، طالما اتجوز مره هيتجوز الثانيه. طالما اتجوز مره غدا انت بتقولي كلام غير ده، بيقول لك اللي يعملها مره ما يعملهاش تاني. لا انا لو شفتك هشوفتك على مأذون واحنا بنطلق، ابعدي عني. طيب ده بقى الكلام المثاليات، نرجع للواقع. لا مش مثاليات، ده كلام انا هدفع تاني وتالت ورابع. الراجل برضه بيحسبها كده. طب وهو المره دي حسبها كده؟ طب قولي له فلوسه يتضلع يجري. ما هي معاه فلوس. لا الراجل لما بيعوز بيطلع. ده بيقول لك لو عايزه تطفشي واحد قولي له لا احنا اتكلمنا بقالنا كتير، احنا لازم نتجوز. اجري. لا حسب اجري. حسب لا حسب النيه بتاعته. حسب النيه بتاعته. نيه. حسب النيه بتاعته. يعني لو هو داخل عشان يلعب هيجري، لكن لو هو داخل وفي حب وغرام ومش عارفه ايه بيتجوز. طب لو قلت له هكتب لك 2 مليون جنيه؟ والله هو وضميره واحتياجاته. ده اللي احنا فيه النهارده. طيب انا عايزه اسالك بقى سؤال، هو خد ال 2 مليون جنيه وساب الثانيه وطلقها. ايه رايك انت في احساسك بالثانيه؟ حاسه بتانيب ضمير طبعا، لان مستقبل عيالها بيروح وهي ما رضتش تضحي. يا غدا يلا انت بتهزري صح؟ لا انا مش ما تستفزنيش. انا ببسط لما بستفزك، عارفه ليه؟ ليه؟ عشان بقول الحقيقه. اللي جواكي. عشان بقول الحقيقه. ايوه عشان ما انا ما بعرفش اسيطر خلاص. لا انا بقول علشان الحقيقه. علشان احنا لو هنفضل نكلم الناس بالمثاليات نابر. وهم نزلوا على ارض الواقع وما لقوش المثاليات. لا بس بيعيشوا ان هم في لحظات انفعال كده ما ينفعش تطلع على الشاشه كتير، فاهمه؟ لا انا مقهوره عليها. لا انا لو مكانها لا مش عارفه انا هعمل ايه. لا بس هي مش مقهوره على نفسها. هي مش مقهوره على نفسها. اقول لك اكبر دليل. اقول لك اكبر دليل انها مش مقهوره على نفسها ايه؟ ايه؟ ان هي اهي معاه دلوقتي، وان هو سؤالها سؤال. هي دلوقتي يعني بقول لك هي كمان يعني هي موافقه ان هو يكمل بس يدي لها الفلوس؟ يعني يدي مراته بقى الفلوس؟ لا هو الاخطر السؤال اللي هي سالته. ايه؟ يا ترى غلط ان انا قلت له يديها الفلوس؟ طب ده معناه ايه؟ ممكن تكون هي مثلا زعلانه ان هي حرمته من سنه في عمره اللي باعها ب 2 مليون جنيه. بجد؟ لا. طب امال ايه؟ انا عاوزه اقول لها إيه حاجه. في ايه؟ انا عاوزه اقول لها حاجه، لو انت فعلا يهمك المسل وانا متاكده ان دي حقيقه يبقى عيني جوزك ان هو ما يسطوش على مال الغير. واحترمي نفسك. عيني جوزك ان هو ما يربيش اولادك واولاده بمال فيه شبهه. واعرفي مش عارفه ادافع عنك اكتر من كده، اقسم بالله. مش عارفه اخد صفك اكتر من كده. سؤال مريب. لان ده هيعود في الاخر على ايه؟ هيعود اثاره على بيتك وعلى اولادك. وهنا بقى نرجع. بعدين انت انانيه عايزه كل حاجه. يعني بصي بقى يا غدا، انا مش قادره ادافع خلاص. يعني انا السؤال ده فعلا عملت نفسي ايه؟ الحمد لله هتجاهله. انا نجحت ان انا طلعت اللي جواكي. ايوه بس مش كده. بس ما هي برضه مقهوره. وفي الاخر ليكي ما انا مش هجلدها. بصي انا اولا مقدره لمشاعرك وحاسه بوجعك وحاسه بحيرتك وحاسه بألمك، وفي نفس الوقت بحترم قوتك. بس بقول لك انت عارفه ان في ناس بتقول راي حلو جدا، يعني سمعته حتى لما كنت اقول لحد مثلا عندنا قصه حقيقيه وبتكلم في كذا، بقعد اسمع، بحب اسمع كلام اللي حواليا، احب اسمع كلام الكرو، عارفين نفسكم كويس قوي، احب اسمع كلامهم كلهم. في ناس بتقول لي ان القصه دي كل الاطراف طالعه كسبانه. لا انا شايفه ان القصه دي مش كل الاطراف طالعه كسبانه. ليه؟ مين اللي خسر؟ العيال وتامن مستقبلهم والست وجالها فلوس وضحك عليها سنه وهو طلقها، والتانيه اتبسطت لها سنه ولا سنه ونص واتجوزت وحبت واتحبت. طيب. وعاشت القصه. نبص بقى نبص الصوره تاني. والراجل راح جاب الفلوس وجه. حلو ده بقى كده فيلم هندي. احنا فيلم هندي. عارف الفضيحه والناس كلها سمعتها. لا 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 بصي هنبص بقى ايه بطريقه موضوعيه شويه. هما الثلاثه كل واحد فيهم معذور من ناحيه وكل واحد فيهم غلطان من ناحيه. نبص على الست وهناخد حد حد. الست اول حاجه، انت طبعا الله يكون في عونك في مشاعرك زي ما احنا اتفقنا، وان انت تصرفتي بحكمه شديده زي ما انت اتفقنا. طيب انت بقى عملتي ايه مع جوزك؟ قعدتي اتكلمتي معاه؟ قعدتي واجهتي؟ قعدتي شفتي ايه سبب المشكله؟ هل انت شفتي انت مسؤوله؟ دي نزوه يا غاده.
ثانية واحدة بس، هل انت شفتي انت مسؤولة عن ايه في علاقتك بجوزك؟ اوعى يكون علاقتك بجوزك عليها تراب وما تنفطش. طب ما هي بتقول احنا كنا اصحاب وبيحسدونا. افهمي الكلمة دي، ساعات في ستات كتير شايفة بتبص من خلالها هي، واغلبية الست بتعمل انت اكيد دي. مبسوط، عارفة لو انا مش طايقك ولا طايق العيال ولا طايق اليوم اللي جيت فيه قعدت هنا، انت مبسوط بالظبط كده، جوزي اكتر واحد مبسوط معايا، ست يوم مش طايق بص في الايد. بقى في مشكلة تانية، الصراحة بين الازواج ثمنها غالي قوي. ليه بقى؟ هقول لك ليه. في حاجات كتير الراجل بنفسه يقولها لمراته مش قادر، يعني انا مثلا في واحد مثلا جاء مره قال لي هي قاعده طول النهار في الجيم وانا عاوز اقول لها مهما عملتي. شفتي الكلمه بتوجع إيه وجامده ازاي؟ ايه ده؟ ايوه شفتي إيه الصراحه بتوجع ازاي؟ اوف شفتي الصراحه بتوجع ازاي؟ اوف ست بقى يعني بتعمل كده عشان تعجب وعشان تبقى فت وتشد جسمها صحيح. الصراحه ساعات بتوجع. فالراجل يعمل ايه؟ حلو. ما تشوفيش الافلام الراجل يعمل ايه، يبقى ماسك الجرنان كده وقاعد طول النهار وعامل نفسه هو بيبص على حاجه تانية، ما بيحصلش، بيبص على طيور النورس اللي بس كده قاعده بترفرف كده. ايه طب انت مشكلتك ايه؟ فانت ايه رايك انت؟ فعشان كده بقول لك خليك كده. اه طب واحد بس. طب يعني ايه مهما عملت؟ طب انت اخترتها ليه؟ ما هي بقى دي النقطه، ما هي دي. طب انت جيت لها عشان توجعها ليه؟ لا ثواني بقى، حرام عليك. حته تانية وهي الست برضو حتى لو فكرت كده، هي مش واخده صف الستات بس. لو الراجل جت مراته قعدت تقول ده مهما عمل مفيش فايده، ده مش عارف ايه، وعارف يوفر لنا مش عارف ايه، ما هو طب انت اهو ده انت بتقولي السيناريو بس. بيحصل هي دي. بس هو ينفع يعني انت عايزه الصراحه توصل لكده؟ اروح اقول له انت مهما عملت على فكره برضو بكرش، ما عشان مهما عملت ما عشان كده بقول لك ايه، هتزرع شعر. هي بقى شايفه يا طب ايه الغتاته دي؟ في حد يعمل في حد كده؟ معقوله؟ يبقى نرجع بقى تاني لنفس اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو مش شرط ان هي شايفه ان الحياه مثاليه، ان هي فعلا مثاليه بالنسبه له. هو ممكن يكون ساعات يقول لك ايه اهو عيشه والسلام، وهي كمان ساعات بتقول اهو عيشه والسلام. ولا ده ما بيحصلش؟ لا بيحصل. ده بيحصل يا سالي، بس ساعات الحقيقه بتوجع وبتوجع قوي. فاحنا ما هو البديل ان هو يروح يجدد دم، يدخلنا قصه شيقه اقعد اجري وراه. ما انت بقى كنت بساعات خدي بالك بقى. بصي مش طول النهار الستات قاعده تتريق تقول جوزني، نيتسا بتقولي نفس الكلام. جوزي عاوزني انضف واعمل الاكل واخد بالي من الولاد. الراجل بطبعه بيحب التعدديه والتنوع، مش الراجل طول النهار يقول لك مراتي قمر بس مانجا مانجا مانجا. انا نفسي في حته مخلله. انت عارفه كنت لسه بقولهم كده من شويه انه يعني اتس ا باسكت اوف فروتس، يعني فما يعني فاكهه كتير. طيب. انا افضل اكل الكيوي على طول ليه؟ بالظبط كده. ما انا عايزه اجرب بقى الحرنكه. طيب احنا نعمل بقى الست الذكيه تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ دي بقى في حاجه اسمها سايكولوجيه الرجل، اللي هي ايه؟ هو عاوز عشيقه، عاوز زوجه، عاوز صديقه، عاوز ام، عاوز حد يسمع له، عاوز حد يجدد مع شبابه. طبعا حقه. كوني متنوعه. طبعا حقه. وعلى فكره مش مساله جمال، مساله ذكاء. لا طبعا هو راجل ما بيحبش ست جميله، انت ست ذكيه. بالظبط. انا عارفه انا ازاي اربطك. لانك انت لما تكوني ذكيه. مش انت كنت بتلعب مع اصحابك بلاي ستيشن؟ تعالى نلعب مع بعض على قهوه. روح وانا هستناك لو النبي ما رايح. بس كان في ست بقى تعالى وقول لي والساعه كام وجيت امتى. بالظبط. وتقلب عليه نكت. وفي نفس الوقت تعرف ان انا محضره لك مفاجاه النهارده لو جيت بدري. طب يا ترى ايه المفاجاه؟ هيجي ويتفاجئ ومفاجاتك تطلع وحشه. شويه صحوبيه، شويه نعمل حاجه جديده، نغير النمط الروتين بتاع حياتنا. الرجاله محتاجه كده. وعلى فكره وانت لو عملتي كده انت كمان هتتبسطي، انت كمان هتتبسطي. وعلى فكره ده مش محتاج وقت طويل، هتقدري تعملي كل المهام دي لو ليكي كيف. الست بطبيعتها مالتي تاسكس، تقدر تعمل حاجات كتير. بس لو ايه؟ لو المزاج موجود. ولا ايه رايك؟ وبعدين وكل حاجه على الست يا غدا، ما الراجل ما قالوش. لا الراجل برضو عادي. طب انا برضو محتاجه اب واخ وزوج وحد نلعب مع بعض وصديق. ما هو ده يجي بقى بايه؟ ده يجي ان يكون في تقارب فكري. توافق يعني نبقى مع بعض. تقارب. احنا الاثنين متقاربين. يعني ايه؟ يعني انت واحتياجاتك واحتياجاتي قريبه من بعض، بنتكلم مع بعض. انا عندي القدره ان انا اقول لك انا محتاجه كذا. أنا وانت عندك عشان القدره انك تقول انا عندي ميتنج والصبح في ميتنج وبالليل في بروح الشغل. نتكلم ايه؟ نص ساعه قبل النوم. نص ساعه يا دوبك باجي اكل. 10 دقايق انا باجي اكل. أيوة. وانام. لا لازم تحسي بيا. بدخل مبوز عايزه انام. انا جسمي هل كان مهدود؟ انتوا مش حاسين بيا، انا باشقه. خلصت كل الكلام بره فعلا. ريحي. وعلى فكرة الراجل أول ما بيرجع ما بيبقاش أصلا عاوز الست. ودي نصيحة لكل الستات. أول ما جوزك يرجع من الشغل ترجع عند مامتك على طول. بصي يعني أكنك مش موجودة. بيبقى عاوز يفصل بقى، يتفرج على ماتش،
يقعد يمسك التليفون، يعمل اي حاجه. وانا بقى اللي قاعده طول اليوم في البيت، ايوه، بنظف وبكنس، بحمي العيال، بذاكر لهم. عايزه حد يجي يقول لي كلمتين حلوين. هيقولهم لك بس اديله وقت. يقولهم لك انا عاوز اسالك سؤال، يقولهم لك بمزاج ولا يقولهم لك وهو مضطر؟ هي الحياه، لا، الحياه التزام مش الزام. اوعي تحولي حياتك لالزام، لانها لو الزام مش هيبقى ليها طعم. مفيش حاجه اسمها كده، انت كل حاجه على الست. ازاي انت متحامله كده؟ مش كده. انت سعيده لما تعملي كده؟ انت سعيده وكل حاجه عليكي، مين هيجي يدلعك؟ مين هيجيب لك ورد كل يوم؟ مين يجيب لك شوكليتس؟ مين يبقى قاعد كل شويه مراعيكي؟ مين يبعت لك مسج وحشتيني وانا قاعد وسط الناس كلها؟ لما انا اعمل كل ده انت هتعملي ايه؟ لا لا لا، ثانيه واحده، ده كده بقى دخلنا في مرحله نديه بيني وبين جوزي. فالجواز ده عطاء. لا ده عطاء. لا عمرها ما كانت نديه، ده عطاء. حلو. يعني انا ينفع افضل كل يوم عاملك بالحسنه بالحسنه بقى وانت مبوزه في وشي؟ طب ما انا اشوفك غصب عني يوم اضربك يعني. ده طبيعي. طيب نتكلم، معقول كل يوم اقول لك صباح الخير ما ترديش عليا؟ كل يوم مساء الخير ما ترديش عليا؟ هي مش نديه، هو عطاء. تعاطي. عارفه عطاء فكري، يعني بمعنى صح. انا بدي عشان مستنيه اخد، انا بدي عشان مستنيه اخد. لا، انا بدي عشان مستنيه التقدير، مستنيه الدلع، مستنيه الحنيه، مستنيه انت تبقى اول واحد بتجري عليا. الله عليكي. بس هقول لك حاجه، تقدير الحب بعد الجواز صوره بتبقى مختلفه. إيه بيبقى فيه نمو، ممكن بالافعال، ممكن مثلا لما يقول لك مثلا يخش عليكي بكيس فاكهه، ده نوع من انواع حب الراجل. ما ده انا بقوله، هات كيلو كباب وما تجيبش ورد يا حبيبي. ومين قال لك ان الرجاله ما بتعملش كده؟ بطيخه فعلا. مين قال لك؟ يعني انت مش بتشوفي دايما الراجل داخل بالبطيخه وساعات بيطلع ورقه بتبقى كارثه؟ ده بيبقى حلو، ده بيبقى هو داخل عايز ياكلنا كلنا، تعبان عشاننا كلنا. سالي، وعلى فكره على قد مقدرتك. على فكره مين قال لك ان ده ما بيحصلش؟ ليه بتقولي ان انت دايما عملتي الست تعمل الست تعمل؟ مفتاح الحياه الزوجيه الست جزء كبير عليها، دور كبير قوي قوي قوي، دي حقيقه وانا بقولها. لكن لو انا هضحك عليكي واقول لك الراجل زي الست، لا، بس طبعا الراجل برضو عليه ادوار، بس الست العامل اكبر. الست هي اللي بتعمل بهجه في البيت. عارفه في الاخر هي بتعمل كل ده ليه؟ ليه؟ ما تزعليش مني وثلاث ارباعنا يعني. عشان ما يبصش بره، لان هو ضامن ان هي عمرها ما تبص بره. يعني شروق لازم تاخد بالها وتلبس وتعمل وتجهز وتشوف جارتها اللي حواليها بتبص ازاي وتحتويه وتشوفه عايز ايه وتعمله عشان ما يبصش بره. لو الست عامله اللي عليها بجد عمرها ما هتفكر كده. مفيش حاجه اسمها كده، خلي بالك. ده زي ما انت قلتي، ده حلال ربنا، دي ده حلال ربنا، بس هي مقدره وخلي بالك. لا، هي مقدره وتدين ممكن يكون مش عند اي واحده فينا دلوقتي. في ستات بتجوز جوزها وهي موافقه وكلها رضا، وفي لا سواد، وفي ستات بيعيشوا كلهم في دار مع بعض. ده رضا، في الأرياف. ده رضا، هي راضيه ومبسوطه وسعيده. دي مش راضية، دي ما قبلتش. دي ثقافه مجتمع، دي ثقافه مجتمع. وحطي خط تحت. لا، في ناس بتبقى درجه عاليه من التدين، انا شفتهم، وتقول لك انا اجوز جوزي فعلا. واقول لك على حاجه، تقول لك واحده ما اتجوزتش قبل كده انا اعفها فعلا، بس ده مش في حاله شروق. انا ممكن اكون ممكن اوصل الدرجه دي متدين في يوم من الايام، ما اعرفش. ممكن اقول لك عادي جدا هو يتجوز عليا لانه ربنا محلله، وانا ممكن اكون انا مثلا مشغوله مع اولادي شويه فهديله جزء من وقتي، واحده تانية تاخد جزء تاني، وابقى بساهم في اصلاح مجتمع، وابقى بساهم ان انا باخد ثواب. في ستات بتقول كده عشان تبقى عارفه. انا قعدت معاهم. لا انا عارف، انا عارف، بس احنا لما نيجي نتكلم اوكي، بس احنا دايما لما نيجي نتكلم على القاعده دي، حالات شاذه مش كتير يعني، كام في الميه، لكن الاكثريه ايه؟ الاكثريه ان هي الست لما جوزها بيتجوز عليها بتحس ان ده نوع من انواع الخيانه. لما جوزها بيتجوز عليها بتعلم على قلبها، ومش اي تعليمه، دي بتعلم بقلب فولو ماستر واحمر. عارفه يعني ايه؟ يعني ما بتنسهاش، بتبقى غرزه متعلمه في قلبها. يعني هي ما سامحتوش؟ هي ممكن تكون هي عاوزه تعيش. افهمي الكلمه دي، في فرق بين ان انا استمتع بالحياه واعيش كويس، وفي فرق ان انا اتعايش. هي بتتعايش. الكلمه دي مش تبقى عارفه غير انا بسمعها دايما، يقول لك هتجوزها عشان عايزه تعيش. ما احنا كلنا عايزين نعيش، بس عايزين نعيش ازاي؟ عايزين نعيش بكرامه. هي بقى مش مهانه. هي دي انت، ودي دايما انا بقولها للستات، اللي بتحددي غلاوتك، انت اللي بتحددي تقبلي بايه وما تقبليش بايه. انا هسالك سؤال بره الموضوع. التحرش. ودي قصه غريبه شويه. هو المتحرش ازاي بينقي الضحيه بتاعته؟ بيبرر لنفسه الاول هي لابسه ايه، بعد كده ينقي واحده ضعيفه مش هتعرف ترد عليه. الله عليكي. بعد يعني كده يعمل كده ويقول لك انا مصدر قوه، وهي هتبقى خايفه ان هي تفضح نفسها. نرجع بقى تاني للمثل بتاعنا. ها. هو بينقي الضعيفه بيعرفها من طريقه مشيتها من تصرفاتها. يبقى نرجع تاني نقول ان الست بقوتها وبذكائها وبوضع حدودها والحدود النفسيه بتاعها لما تكون قويه، استحاله الراجل يقدر يجي عليها. الست تعمل كل ده بذكاء طبعا.
طبعا يعني انا ادلع وهنن وابقى كل بمزاجي. الستات في حياته. افهمي الكلمه دي، بمزاجي. لو ايه؟ لو انا عاوزاك، لو انا عاوز احافظ على بيتي، لو انا بحبك، لو انا عاوزاك لو شايفه اني يجي منك، ممكن. لو شايفه انك هتشني فوق راسك، لو شايفه انك هتقدر، ممكن. لو شايفه اني هعمل كده ومش في الاخر هيجي على فشوش. دي اسمها بقى اللي انت بتقولي عليه ايه في علم النفس، اسمه القيم. انت قيمك ايه؟ في واحده مثلا القيمه بتاعتها انا عاوزه اهم حاجه عندي الامان. كويس، انا اتهان، انا اتهان بس اعيش بس امان. في واحده مثلا تانيه تقول لك ممكن ايه، انا اهم حاجه عندي الانجاز، انا اتعب واشقى بس اعمل انجاز. ايه قيمك في الحياه؟ ايه اولوياتك في الحياه؟ ابقى ظهري ليدر، انا عارفه ان انا مهما حصل لي انت راجلي، انا مش لوحدي، انا ما بخافش وانت موجود. هتبقي كده طالما انت عاوزه كده. في حاجه اسمها ايه؟ الانرجي فولو ذا انتنشن. يعني انا لما بكون عاوزه حاجه بجذبها ليا. ودي اتس فيري ترو. انت بتجذبيها ليه؟ لان الافكار اللي في دماغك دي هي اللي بتخليك بتتحول لمشاعر وبالتالي لسلوك. يعني انت كنت عايزه شروق من الاول كانت تعمل كده؟ مش مشكله لو ما عملتش كده. اديكي يا شروق مش عندك غرزه، بس الغرزه دي قوتك وعلمتك وخلتيكي، خليتك اكثر نضج، وخليتك كلمه مهمه قوي، اقل توقع. الست كل ما يكون توقعاتها اقل كل ما بتكون اكثر سعاده. لاني اكتر حاجه بتوجع الست expectations. يس يس. اول ما تتوقعينه لاني بتتوقعي من شخص تاني. انا كنت فاكره ان هو هيخرجني في الفالنتاين، ده انا كنت فاكره ان هو هيعدي عليا، ده انا كنت فاكره. وهنا بقى بتبدا الكارثه. طب ازاي نقفل التوقعات؟ دايما خلي بلاش توقعات عاليه، خلي توقعاتك معقوله، خلي توقعاتك. احنا توقعات الستات يعني شو ما توقعتش ان هو يتجوز عليها يا ابدا ابدا. بدليل انها بتقول لك ايه؟ انا اتفاجئت. كانت لازم تتوقع؟ انا اتفاجئت. انت كنت عايزاها تتوقع؟ مفيش حد يدي حد امان. انا عن نفسي ايه في ايه ايه ده ايه الغابه دي؟ الدنيا معقوله كده غابه؟ هو احنا مش في غابه؟ هي الدنيا مش غابه؟ لا. هو احنا ما فيناش من جوه حته حيوانيه كده شويه؟ ايه رايك؟ لا انت؟ لا فينا. بس في ناس طيبين وشوش حلوه وناس بتضحك وناس مستعده تساعدك واحنا الجدعانه كلها. على فكره الناس الحلوه والناس الطيبه والناس كده وما توقعش من اهل بيتي، ما توقعش من جوزي نفسه، ما توقعش من ابويا وامي الغدر، ما توقعش من اخواتي الغدر. ده الامان كله. ده انتوا الحياه. ده انتوا الاخره والدنيا. حلو قوي. بس هو غدر، هو لما يوم ما راح اتكلمها قال لها كلمتين. كلمتين اتنين. قال لها انا عملت كده عشان خاطركم، انا عملت كده عشان احتياجاتنا الماديه. تفتكري هو فعلا عمل كده عشان خاطره؟ عشان كده؟ لا. ولا بيحبها؟ لا ما اقولش انه بيحبها. كان عايز يجرب سله الفواكه اللي كنا بنتكلم عليها. ممكن يكون ادى مبرر، ممكن تكون ولا هي اغرته. مفيش حد بيغري حد غير لما يكون عاوز يتغري. الحياه كلها اغراءات. قولي لي، هي الحياه كلها مش اغراءات سواء للراجل او للست؟ اغراءات فلوس، لبس، فساتين، كلها اغراءات طبعا. بس انا ايه؟ انا بختار انا إيه؟ بسهوله. طب الجاره دي بتفكر ازاي دلوقتي بعد اللي هو عمله؟ الجاره يعني دي هي مقهوره طبعا وزعلانه على نفسها. الجاره دي بتشتري السعاده بالفلوس. الجاره دي بتشتري السعاده. يا ريت السعاده تشتري المشاعر، تشتري السند، بتشتري انها لما تعيا تلاقي حد يخبط عليها. عدم وجود الاولاد في حياتك بيخليكي مهزوزه، لان دايما كلنا بنفكر لما اكبر هما اللي هيشيلوني. مين اللي هيشيلني؟ هما اللي هيطبطبوا. بس ما تجيش على حد تاني يا غاده. هي دي بقى اللي انا عاوزه اقولها لها. انا عاوزه اقول لها رساله لو ينفع ان انا اقولها لها دلوقتي. طبعا. ارجوكي عشان السيناريو ده ما يتكررش معاكي تاني. لو انت جعانه، جعانه للمشاعر، جعانه للاهتمام، جعانه للحب، خدي بالك. في مثل بيقول ان دايما الشبعان يدوس العسل، بس الجعان كل مر ليه حلو. بمعنى ايه؟ ان انت لو جعان، جعان مشاعر او جعان اي حاجه هتاكل اي حاجه، لكن لو انت شبعان حتى لو هي مش مناسبه ليك. طب اخر سؤالين اختم بيهم معاكي. اتفضلي. ترجع الفلوس ولا ما ترجعهاش شروق؟ شوفي يا شروق قيمك واولوياتك ايه. لو انت هتجر بلاوي ولا لا؟ هتجر بلاوي ولا لا؟ لو انت حاسه ان في شبهه في الفلوس دي ومش مرتاحه البال، اعرفي ان اثارها هترجع لبيتك واولادك. لو انت مبدئك ان انت عاوزه تطلعي ولادك ولاد اسويه عارفين الصح من الغلط، متربيين على المبادئ، فكري ألف مره. الفلوس مش هي السعاده. الفلوس عمرها ما هتبقى كفايه. عشان محكومه بوقتين. تنقلهم العماره ولا لا؟ لو تقدروا تنقلهم العماره. بلاش يبقى الكبريت جنب النار، وخصوصا ان هي هتعيش قلقانه. يا ترى راح عندها، يا ترى ماشي، يا ترى طلع، هتبقى قلقانه. بشكرك ونورتيني. ميرسي يا غاده. ميرسي يا حبيبتي. استنونا بعد الفاصل، لسه في كلام كتير قوي ليك يا شروق.
محتاجين نتكلم شوية. عمر الورى عشان يعيش شبابه، يعيش اللي معاشهوش. اللي بيمر بالأزمة دي بتبقى جواه حالة من الرفض، إنه كبر ودخل في مرحلة تانية ليها شكلها وتصرفاتها ولبسها وغيرها من التفاصيل. يزعل جدا لو حد قال له أنت كبرت على اللي بتعمله ده، أو قال له يا أنكل مثلا. والله العظيم شروق متجوزة من 19 سنة، يعني جوزها أكيد في مرحلة الأربعينيات على الأقل، يعني من 40 ل 50 يعني. بس رغم انها وصفته ان هو كان صديق ليها وعايش معاها في ود واحترام وتفاهم، لكن الظاهر انه كان جواه احساس انه ما عاش شبابه زي باقي الشباب. انا ما عشتش سني. وفاق فجأة وهو عنده 3 ولاد، يمكن معيشهم كويس هما ومامتهم، بس ما عملش حاجة لبكرة تخليه يأمن مستقبلهم ويطمن عليهم. وفي نفس الوقت جارته نفسها تعيش مشاعر اتحرمت منها، نفسها تحب وتتحب، نفسها تتجوز، معاها فلوس بس مش سعيده، مستعده تدفع الثروه دي مقابل انها تلاقي راجل يملى عليها حياتها ويعوضها عمرها اللي راح، والاتنين في عماره واحده. والنتيجه جواز في السر او جواز مصلحه، هو عايز يامن مستقبل اسرته ومراته وولاده كمان بالطريقه يعني اللي اوهم بيهم ضميره ونايم بيها ضميره وقال لهم يا جماعه انا بضحي، اللي اقتنع ان هي صح، والجاره كمان شايفة ان هي ما عملتش حاجة غلط. ده في الاول والاخر جواز على سنة الله ورسوله، من غير ما تصرح نفسها انها بتشتري الحب والمشاعر بفلوسها. وجوزها في المقابل بيبيع لها رجولته وعشرته باللي يقدر ياخده منها، وقبل وخد منها شقة وارض ب2 مليون جنيه. انا اسفة، ده ما اسموش ازمة منتصف العمر، ده اسمه استغلال. ما اسمهاش انا عايزة امن مستقبل عيالي، اسمها بيع. كان ممكن احترمك لو انت حبيت الست دي، لكن انت اتجوزتها عشان الفلوس. يعني بعت نفسك يا جوز شروق. يا للعيلة كانت بتحسدك على حبك لمراتك. مراتك طلعت ست عاقلة وحكيمة وما هدتش المعبد على اللي فيه وعلى اعدائها، اتصرفت معاك بالطريقة اللي انا نفسي بحسدها عليها. مش عارفة هي ازاي سامحتك، ما شاء الله اللهم بارك، رغم كل اللي عملته معاها. اشترتك واشترت العشرة وعرفت تلاقي لك عذر او مبرر عشان تسامحك بيه وتعرف تكمل معاك. ودي فرصه مش اي ست تقدر تعملها، ها؟ ولو حصلت مره مش هتتكرر تاني. وانت يا شروق ما تعمليش زي اللي عمل تورته جميله وجي في الاخر رش عليها شويه تراب. مش قادره اصدق ان انت بتلومي نفسك وضميرك، عماله تقولي لا انا ضميري مأنبني ان انا حافظت على جوزي وصممت ان هو يرد لها كل الفلوس، مش عايزين منها حاجة. بتسألي لتكوني غبية عشان عايزة ترجعي الفلوس دي؟ ده انتي بنفسك اللي قلتي ان حاسة ان الفلوس دي هتجر وراها بلاوي. اشتري راحت بالك. زي ما احنا كنا بنقول ان هو قال في ازمة منتصف العمر الراجل بيبقى عايز يحس ان هو صغير، ده اتجوز واحدة كبيرة، يعني اتجوز واحدة اكبر منه. في رجالة بتعمل كده يقول لك ايه، كنت بحللها مشكلة العنوسة، ده انا مكسب فيها ثواب. في ناس ممكن تسمع القصة دي وتقول لك كل الاطراف كسبانة، بس هتودوا ضميركم فين؟ طب اقول لكم قصه احلى وسمعتها، وقصه حلوه جدا بقى ليها علاقه بقصه شروق. جوز زي جوزها بالظبط اتفق مع مراته الاولانيه، ده بس ده كان باتفاق، شوف الراجل واحترامه. اتفق مع مراته الاولانيه، شوف الست واحترامها، ان هو هيتجوز عليها من ست غنيه جدا عشان ياخد منها ثروتها، يعني عشان يامن مستقبل اسرته واولاده. والست وافقت، ها؟ قالت له اه طبعا يا حبيبي. بس بعد ما اتجوزها اتوفى هو، ورثته الزوجة التانية الغنية واخدت من ثروته بدل ما تضيف ليه. فطبعا ده أثر على الأسرة كلها بالسلب. الناصح في الأنصح منه، بتعملوا ايه؟ الخلاصة يا شروق، ساعات بيكون الغنى الحقيقي في إننا نقدر نتخلى عن حاجات في عز احتياجنا ليها. رجال الدين دايما بيقولوا لك ايه، ليهم مقولة حلوة بتعجبني قوي، بيقول لك الغني الحقيقي غنيا بما ترك وليس بما امتلك. يعني بالبلدي لما بيقولك ايه، عايز تغنى استغنى، مش عايز. وانت اكيد عارفه هتعملي ايه. بس انا السؤال اللي عندي قبل ما اني واختم الحلقه ومش عارفه اساله اساسا،
هل في ست ممكن توافق ان جوزها يتجوز عليها عشان هيأمن لها مستقبلها هي وعيالها؟ هتوافقي يعمل كده؟ ممكن تمشي بالتراضي ولا هتبقي زي الست اللي جوزها مات وخدت منك؟ هتوافقي ان هو جوزك؟ يعني بنعمل كل حاجة حلوة مع بعض، بنخرج مع بعض، بناكل مع بعض، بننام على سرير واحد، هتوافقي ان كل التفاصيل دي واحدة تشاركها معاكي وبرضاكي؟ نتقابل في حلقة جديدة وقصة تانية بأبطال تانيين في قصة حقيقية. باي باي.